وتفرق ولدك وتفرق مرتك وتفرق، يعني المستقبل ديال كله فرقتي. اش غادي نقول لك؟ واحد المثل اللي يقولوه في الغرب الجزائري يقول لك اللي يفرق ما بين الكبده والكبده يبكي البدا. خليت ولدي من 75 حتى لهذا الشهر ديال الله باش تلاقينا بصعوبه. أهلا المشاهدين الكرام، مشاهدي أنفاس بريس، ضمن حلقة جديدة من حلقات قصص إنسانية. قصة اليوم قصة عجيبة غريبة إنسانية 100%، قصة أسرة تم تشتيتها وتم يعني ترحيل جزء منها، ترحيل الأب. طيب الحال ملي كنقولوا ترحيل، دائما الذاكرة تعود إلى سنة 1975 بالجزائر، لما قامت السلطات الجزائرية بترحيل عدد من المغاربة وتشتيت الأسر. النموذج اليوم غنتكلموا في الجانب الإنساني بالأساس، قصة جمال الإبن وقصة محمد الأب. جمال الابن يعني تفرق على الوالد ديالو 47 سنه، ماشي سهله. وكيف ما يقول سي جمال يعني الفم اللي كيجمعها. اليوم غادي نتعرفوا على هذه القصه ديال جمال، كيف لقى الوالد ديالو هنا في المغرب بعد 47 سنه. سي جمال اهلا وسهلا ومرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم وسلام مشاهدين. مرحبا بك واهلا وسهلا ومرحبا. الله يسلمك. سي محمد بخير؟ بخير سيدي، الله يبارك فيك. الله يبارك على الجميع وعلى سلامتك. لقيتي الولد ديالك؟ الله يسلمك ويسلم جميع. ماشي سهله 47 سنه انه ماشي سهله الجميع، ماشي سهله. سي جمال، اولا نبداو بالوالد سي محمد، اعطينا على باختصار كيفاش بدا، كيفاش تفرقتي مع الاسره ديالك كنت انت كنت في الجزائر. هذه قصه عارفها كل شيء، عارفها الجميع، قصه ديال المطرودين من الجزائر معروفه عند العالم كله، كاع ما نقولوش غير المغرب. وهي قصة ديال 75 ديال المسيرة المطرودين من الجزائر. أنا كنت تمايا من 68 إلى غاية 75، جات 75 رحلونا، وأنا في 72 تزوجت بسيدة جزائرية، وعندي مع هذا الولد هذا جمال، وهو كون في عمره ديك الساعة 5 شهور، هو زايد في 29 جويلية 75، وهما جابونا في 12/75، شهر 12/75، وبداونا المقاطعة ديالهم اللي تيقولوا ليها سان كليان فوهران في سيتي بلاطو، وراه كلشي تيعرف، أنا راه تنعرف فوهران مليح مزيان. ومن سان كليان داونا شاتو ناف، شاتو ناف داروا لينا لي زامبرانت وتصور وكلشي، وطلبت منهم باش نسلم على ولدي، كانت جابت امو للكوميساريه ودفعوني للفارغوني طلعوني. امو جزائريه؟ امو جزائريه فعلا، امو جزائريه، يكون ما كانتش جزائريه كنت تجي معايا. نعم. لا جابونا للحدود، من الحدود دفعونا للوجده، في علمكم القصه كيفاش، وداونا للافوار وجابونا لافوار ديال الدار البيضاء. تكلم لي على ديك اللحظه اللي تكلمت عليها قبل ما نبداو التصوير، ديال سي جمال وليد عنده 5 شهور هزاه الوالد ديالو وكتمدلك يديها كتودعك. عاودينا على هذه اللحظه هذه، كيفاش عشتيها؟ هذيك هي اللحظه الواعره، هذيك هي اللحظه الواعره. هذيك اللحظه خرجنا من الكوميساريه من لارانديسمون، بغاو يديونا لشاطونا. الوقيته اللي غادي نتلفت تنشوف ام جمال هزاه في يديها، هي تدير لي بحال هكا، بغيت نمشي نسلم عليهم، دفعوا لي الفارغونيت. انا غادي وتنبكي في الفارغونيت، وداوني شاطوناف وداروا لي زامبرانت وصفتونا الوجده. هاد اللحظه ماشي سهله وصعب انك توصفها، خصوصا هذه من بعد واحد السنوات. ماشي سهله على الجميع، على كل واحد، ماشي سهله عليه. فرقت، تفرق ولدك وتفرق مرتك وتفرق، يعني المستقبل ديال كله فرقتي. فاش كنتي كتفكر ديك الساعه صافي ضاعت الاسره ديالك، ولا عندك امل انك ترجع، ولا شنو؟
ما بقاش عندك الفكره ديك الساعه كاع، ما بقاش ما فاش غادي تفكر، تتولي انسان مسير، تتولي غادي في الماده وكتتمشي صافي. فين غادي فاش غادي تفكر؟ تفكر في شي مستقبل، تفكر في شي حاجه، ما عرفش راسك المصير ديالك فين غادي يخرج. اخر كلام اللي تكلم ديك الساعه مع المدام مع الزوجه ديالتك شنو؟ علاش تكلمتوا خصوصا هي غادي يفرقوكم؟ غادي يفرقوكم. اش قالت لك واش غادي نتلاقاو شنو؟ وهي راه تتقول ان شاء الله غادي نتلاقاو وغادي نشوفوا، راه غادي تهدنا هذه القضيه، راه غادي نرجع، راه غادي كذا، وذاك الشيء ما من والو. حتى وصلت دابا 47 سنه وانا خليت ولدي من 75 حتى لهذا الشهر يلاه باش تلاقينا بصعوبه بصعوبه واعره والله الا قلنا والله. من بعد نرجعوا لك السي محمد، السي جمال كتسمع لوالدك كيتكلم على هذه اللحظات وهذه في عمرك ديك الساعه انت خمس شهور، ما طابت خمس شهور بدون وعي، ولكن بديتي كتكبر بديتي كتسول شنو اللي سمعتي شنو اللي ما سمعتيش؟ اش غادي نقول لك؟ واحد المثل اللي يقولوه في الغرب الجزائري يقول لك اللي فرق ما بين الكبده والكبده يبكي البدا. هذه يبكي دائما يبكي دائما. انا مع الوقت كي وصلت 13 سنه بداو يتهموا فيا غير بشويه باش ما ننصدمش، والخطر يقولوا لي ها الاب ديالك مغربي، ها محمد، ها منا، ها بشويه بشويه بشويه. مع السنين عرفت القصه وعشت من اللي عرفت راني عايش في واحد العقده، يعني بول راهي عايش بها حتى لو 4 سبتمبر، هذيك لابول راهي راحت. باسكو ماشي ساهله تفارق، ما تشوش بوك، باسكو انا كانت عندي 5 شهور حتى يوروه لك في التصاوير ويحكوا لك القصه، تاثرت بها بزاف ودرت جات الوالده قلبت وين كان ساكن بكري في درب الفقراء، وهو ثاني كان رحل وحتى انتم رحلتوا وحتى هنا رحلنا، وهو كان زيفط البراوات وهما ثاني زيفطوا، وهو كي كان زيفط ما كانش يقول له باسكو رحلنا 80 رحلنا من هذاك المكان اللي كنا فيه. وجات الوالده هنا كي كانت الحدود محلوله في التسعينات حلوا الحدود، جات الوالده بحثت عليه وما عرفتش مع الامراه، ما عرفتش ضيفوها هنا في شارع ثلاثه شارع درب الفقراء. قعدت واحد الايامات عاود مشات بحالها، ما عرفتش مشات بحالها. ومن بعد انا كملت، هي توفات مسكينه اون 2013. توفات الوالده. توفات اون 2013 الله يرحمها ويوسع عليها. وانا اون 2014 بديت في البحث تاعي، جيت هنا اون 2014 جيت هنا للدار البيضاء وبديت نبحث، روحت اتصلت بالجمعيات اللي كانوا. كم سنه جيتي؟ 2014. وكملت البحث تاعي مع الناس اللي كانوا مطرودين ثاني، وراو لي الجمعيات وراو لي الدوزام، درت حفت في المختافون وربي ما كتبش باش نتلاقى هذاك لون 2014. عاود وليت لون 2018 قالوا لي تنجم تروح الحدود، خصوصا حتى الصور اللي غادلي بها غتكون صور قديمه. قديمه راهي عندي الصور هنا حتى نوري، ما جبتهاش تنوريها لكم، راهي انا عندي معايا. يعني كنتكلموا على هاد الصور ما كانش وكان صغيره يعني حديثه هذيك الساعه، ما لقيتي صعوبه انك تجبر الوالد ديالك؟ ايه كانت صعوبه، كانت صعوبه صعيب بزاف، صعوبه بزاف باش نلقاها. فوتها في الدوزام وربي ما كتبش، في الدوزام فوتها مره وربي ما كتبش. عاود وليت 2018، عاود جيت هنا 2018 قالوا لي مشي للحدود فلربما سجلوهم. مشيت لوجده ودرت ثاني في شوف تي في تاع وجده، فت في الاذاعه تاع شوف تي في تاع وجده، وحوسنا في الحدود، روحنا للمقاطعه وما عرف واش ثاني. عاود مشيت ثاني بحالي وعاود جيت هذه المره. سي جمال انت بقيتي عايش ديك الساعه في الجزائر ولا رحلت لشي؟ انا لا انا رحلت، روحت الغربه، روحت لباريس. في نعم خرجتي من الجزائر؟ 25 ألاج 25 خرجت اون 2001 دوبي 2001 بعد قبل ما توفى الوالده. قبل ما توفى الوالده مشيت نعمل كيما الناس قاعد تعمل في فرنسا. الاولي تكلمنا على الطفوله ديالك سي جمال، كتدخل المدرسه الناس عندهم الاباء ديالهم، انت حاله انسانيه، كيفاش عشت الفقدان ديال الاب ديالك؟ وفقدان ما فقدان، ما عرفتي حي ما عرفتي ميت، ما كيصعب هذه الحاله. صعيبه ربما الانسان ملي كيكون ميت الوالد كيكون متهني ولكن مفقود مختفي معلق. هذيك هي صعيبه، الانسان كيكون مفقود هذيك هي صعيبه. اش غادي نقول لك؟ عشت محروم من الاب، عشت محروم من الاب. كي نسمع واحد يقول بابا ولا بابا شرالي ولا بابا دير لي، يعني رغم هذا الحضن الاسري ديال خوالك، رغم كاين نقص،
وكاين نقص كاين نقص كاين نقص مع الزملاء تاعي ومع انت كتكلم الاثار ديال الدموع الان في عينك ماشي ساهله هذا الجمال. الحمد لله الحمد لله والحمد لله. انا تجي نقول هما راهم فرقوا السياسه فرقت وربي راه جمع هذا اللي كاين. ربي كبير ربي كبير. سي جم... سي محمد انت ملي دخلتي المغرب واش بقات العلاقه بينك وبين المدام التليفون البراوات واش كانت شي وسيله تواصل؟ جوج رسائل اللي شفتها وجا الجواب وصيفطت لي التصويره ديالو صغير يعني خمس شهور من بعد بديت تنصيفط البراوات لذاك العنوان ما تي لأن رحلوه هذيك الساعه ما عرفتش ما تيرجعوش ما تيرجعش ليا الجواب. انا مع اللي مجينا وداك الشيء كنت قاعد غير عند خويا ملي دبرت خدمت شويه ودبرت على سميتو بديت السكن لان هذه الفرقه الفرق ماشي غير اسري حتى مهني واجتماعي لان كنت عايش واحد الفتره في الجزائر مهني الوضع مستقر حتى كتجي لهنا ما كتلقى حتى شي حاجه تتولي تبدا من جديد صافي تبدا من جديد صافي ما عندك ما دير. جيتي هنايا عشتي تحولتي قلت لي سكنتي في ساحه بورغون ساكن ولا شيء ومن بعد بقيت خدام دورت الحركه الحمد لله انا انت الحمد لله بالمغرب ديالنا راه كونت اسره ولا بقيتي؟ تزوجت وكونت اسره وراه شاف خوتو دابا شافهم شاف عنده جوج ديال الخوت سميتو شاف عمو البارح واليوم ان شاء الله راه غادي نتغداو غادي كامل عند عمك اليوم ان شاء الله وعلى سلامت. يعني واش انت قبل واش كنتي كتحاول انك من جهتك سي محمد انك تقلب على ولدك؟ بزاف ديال المحاولات. شنو الطرق اللي كنتي كدير مثلا واش كتبت تليفون ولا ما كاينش تليفون ما كاينش تليفون على الاقل فيكس ولا شي حاجه كاينين البراوات هنا في المغرب بكري الا بغيتي تعيط على شي واحد في التليفون خصك دير فيزا بيل تمشي للبوسطه ويعيطوا عليه ويجيو ما كاينش المواصلات باش غادي تلاقاه. وبالتالي فحتى انت عشتي بطبيعه الحال هذا الفراق مع الاسره ديالك وقادمه عقلك مع اللقب هذا الامر هذا. كل شيء كنا تنعرفوا الحق ديال الوالدين وديال العائله وديال الاولاد راه ولدك راه ما تتبغيش يكون حتى شي واحد ما تتبغيش يكون خير منك غير ولدك ولدك هو اللي تبغي يكون خير منك. علاش كنت كتقلب على الوالد؟ والوالد بنادم راه دمه راه الوالد راه كما قال لك الا ما عرفش اصلك تما راه ما اش غادي نقول لك لابد نقلب على دمي هذا راه الوالد ديالي هذا ولابد نقلب عليه. درتي المحاوله الاولى الثانيه؟ انا بقيت نحبس وكان درت الرابعه والخامسه ما نحبسش حتى نلقى الوالد تاعي ونلقى العائله تاعي ونلقى ولابد هذا الوالد تاعي. وكيفاش لقيتيه في اخر لحظه؟ عاودينا على هذه اللحظه هذه. اللحظه هذه جات سهله ربي كيبغي يسهلها يسهلها. انا قلت لك فت في المختبر فت في ريزو سيسيو تاع شوفتي ربي ما كتبهاش. هذه الخطره جات سهله سقسيت واحد قال لي ها فين؟ لا عطيني بالضبط فين. روحت يعني الحي القديم اللي كان عندنا هنايا لادريس اللي جاب به الوهران العنوان اللي جيتي ليه من اللي جيتي من الوجده الاولى الاولى دو مارس ديال الدار ديال الفقراء مشات تما سول قالوا له شوف صحاب المهنه ديالو المهنه ديالي حيد يعني خوك حتى هو هذاك رحل من تماك ولا شنو؟ رحل حتى هو نعم خويا رحل البارح راه وريتو الدار اللي كان يقلب فيها وداك الشيء. سي جمال كمل جلستي مع الناس تماك في الفقراء في كل جلست معاهم جلست مع الاولاد الحي قبل ما نتلاقى بهم هما اللي بداوا يقولوا لي فهموا فيا وهما اللي بداوا يزيطوا فيا على لي كوردوني باسكو هو كوردوني يعرفوا لي كوردوني بحاله عنده الريزو ديالو فوالا هما الكارتي تاع مشيت هذاك الكارتي تاع لي كوردوني وكل شيء حتى واحد السيد اسم كبير قال لي نعرف واحد السيد كان في وهران كوردوني اسمه حسن روح بالك يكون يعرفه. مشينا له مشينا هذاك السيد سميتو حسن غير قلت له محمد قال لي انت شكون؟ باسكو راه صديقه في وهران وصديقه هنا. ايوا قال لي عطانا الرقم الهاتف وعيط له قال له عندي مفاجاه ما بغاش يقول له شي المفاجاه قال له غادي يجي عندك. عيط عليا عيط عليه قال لي فين انت؟ قلت له راني في بورغون. قال لي ندير لك واحد نصيفط لك واحد السيد ندير لك واحد المفاجاه. قلت لي شكون هو؟ شي كليان هذو ولا شنو؟ قلت لي شي واحد باغي شي موديل راه نصوب الموديل. قلت لي واش شي واحد قال لي لا تيجي لعندك وغادي تعرفو. قال لي هو غيجي درت معاه رانديفو
في البلاكه ديال الطوبيس حدا العوينه الحاره ديال بورغون جاب واحد السيد، جيت لقيتو بقيت نشوف فيهم، ولكن كان قلبي حاس. تكلم لي على هذا اللحظه سي محمد. كان ملي قال لي راه غادي نصيفط لك ندير لك مفاجاه، غنصيفط لك واحد السيد تيجي لعندك وتعرفو، قلت غير شي صديق ديالنا مع السيد كان معايا في الجزائر، قلت غير شي صديق قديم من الجزائر، والله راه ولدي هذاك اللي جا. فعلا زعما ما حسيت بها. سي محمد 47 سنه قطعتي الرجا؟ لا ما تيتقطعش الرجا من الله سبحانه لا. بقات شي حاجه في قلبك راه معلقه تماك. حنا المغاربه غير تنصبروا تنردوها القلوب لو نسكتوا، راه في كل شيء. غير تصبر وتسكت، وما راه تتكون من داخل راك معاون بك غير الله. سبحان الله. ها هو جاي الوجه مع الوجه. الوجه السلام عليكم، حتى السيد ما بغاش يقول لي، قال لي كاينه شي قهوه حداكم هنا نشربوا شي قهوه، قلت له يلاه. مشينا ريحنا في القهوة. مشيتي مع جمال في الطريق؟ مع جمال والسيد اللي جا. واحد الانسان. ولكن قلت لي راه قلبك حس شي شوية. حاس انا. تهز شوية. انا غادي وتنشوف فيه. بحال هكا صافي عرفته هو، وما بغيتش نقول ليه خليته حتى قعدنا في القهوة. وانت واخا خليك تماك سي جمال، شفتي الوالد. علقتي بغيتيه تخليها حتى انت مفاجأة. اش غادي نقول لك؟ تهزيتي؟ راه الدنيا الارض لعبت بيا. لحظه ما لحظه 47 سنه ونستنى فيها. نمشيو سي محمد، جلستوا في القهوه، بدا هذاك الصديق ديالك. هذاك الصديق قال لي واش تعرفني انا؟ انا ما تنعرفوش، كاين واحد الشبهات ولكن ما عرفتش. قال لي انا هو سي محمد. قال لي وهذا السيد تتعرفو؟ قال لي جمال. وانا نقول ليه جمال ولدي. الله. صافي تما هضرنا وتفاهمنا وسولتو على مو وعلى جدودو وعلى العائله كلها، اللي توفى توفى الله يرحمه، واللي باقي راه باقي، ومشينا للدار وحنا قدامكم دابا الحمد لله، وتنحمد الله ونشكره. سي محمد شحال في عمرك؟ 68 سنه. 68 سنة عاد لقيتي ولدك كما ماشي سهلة. ماشي سهلة. وكنحس بالفرح في عينيك. نعم. كنحس بالفرح في عينيك. هي دابا منين تجبدات هذه القصة عيني شي شوية مدمعين. وكيفاش كان الاستقبال ديال خوتو ليه؟ الحمد لله هو بين قوسين خوتو بطبيعة الحال كانوا عارفين أنه راه عند واحد خوهم في الجزائر وقع له وقال له، عارفين تما خوتو. عارفين عاودتي لهم قلت لهم انا كنت مزوج في الجزائر واللي وقع نعرفوا كل شيء القصه كلها، وعندي التصويره ديالو وعندي كل شيء ديالو. كل شيء عارف. السي جمال المراه ديالي اللي هنا عارفها كل شيء، وولادي دابا اللي هنا عارفين، وبنتي دار بزاف ديال المجهودات تسول في الانترنت، راه هي تتعاود لي هذيك القصه، تتقلب في الانترنت وتقلب داك الشيء ديال التليفون. انا ما عنديش مع داك التليفون ولا شيء، ما لقاتش شي تويو. سي جمال شفتي الوالد من بعد شفتي الخوت، عاود لينا على اللحظه دائما انسانيا. نقول لك وليت الحضن، وليت العائله، راه شعور ما انا عارف بلي راه عندي خوتي. انا قبل راني عارف بلي راه داير حياته وراه ولا بد، وكنت مشتاق للوالد ونشوف خوتي، ولا بد نعرف خوتي ونعرف الوالده. هو انسان يتمشى ويفوت عليه خو ما يعرفهاش، ولا بد. الحمد لله راه عندي اخت، عندي اكرم، عندي خوتي، الحمد لله يا ربي. ايوا السي جمال السي محمد على سلامتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك، الله يكثر خيرك، وكنتمنى لكم مسيره موفقه. آمين. ان شاء الله. وعلى سلام ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله. الاسره غادي تجمع الشمل ديالها. امين يا ربي. امين امين. وكنتمنى ايضا اسر اخرى ان شاء الله. كاين اسر. كاين اسر. الله يجمع شملهم. سي جمال سي محمد بطبيعه الحال انت كانوا معك عدد ديال الاسر حتى هما نفس الواقعه تقريبا، هذا الفراق. واش في المحيط ديالك لقيتي ناس حتى هما تجمعوا من بعد 10 سنين، بعد 20 عام، بعد 30 عام؟ هي كاين بزاف ديال الحالات، راه 400,000 ولا ما عرفتش شحال اللي جات. كاين اللي جاي بوحدو، كاين اللي فرقوه مع ولادو، كاين بزاف د الحالات. ما يعني ما تقدرش تقول حاله جوج ثلاثه اربعه، لا كاين الحالات بزاف. حالات بزاف، حتى انا راني شفت حالات في الريزو سوسيو، ما بين اللي بقى اللي بقى هنا مازال كاين راهم يقلبوا، مازال كاين اللي لقاو عائلاتهم، كاين اللي راهم مازال يقلبوا.
وانا نقولوا الله يجمع الشمل. وعلى هذا الدعاء الله يجمع الشمل نتمنى الله تعالى يستجب لنا جميعا ويجمع الشمل ديال الغرب الجزائريين. سي جمال سي محمد كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم وتبارك الله عليكم. سيدي الله يبارك فيكم.